بنزعل قوي في المكاتب اما نلاقي خريج كليه حقوق جاي مش عارف يكتب انذار، ولا حتى عارف شكل الانذار، مش عارف يكتب اعلان، وبالطبع مش عارف يكتب دعوه. واحنا بندعو كليات الحقوق انها تغير من النظام الدراسي بحيث على الاقل يكون في ماده في كليات الحقوق تبقى ماده عمليه تطبيقيه. المحامي يجي لي على الاقل يقدر يكتب اعلان. المحامي يجي لي يبقى عارف الحاجات البدائيه الاوليه في الحقوق والالتزامات. ما يبقاش نظام دراسي اكاديمي بحت قايم بنسبه كبيره على الحفظ. طيب نرجع لصحيفه الدعوه. صحيفه الدعوه فيها، ولازم نبقى واخد بالي قوي لانها اساس الدعوه وهي العمود الفقري اللي هتمشي عليه الدعوه بعد كده، لها اركان. اي ركن فيها مش موجود بطلت الدعوه، بطلان الدعوه. فلازم نحافظ قوي. اولا مفيش دعوه بدون مدعي. مفيش دعوه بدون مدعي. ومفيش دعوه بدون مدعي عليه. ومفيش دعوه بدون مدعى به. المصلحه اللي انا او الغايه من رفع الدعوه، المصلحه اللي انا برجوها من رفع الدعوه. يبقى لازم يكون فوق كده في الصحيفه الثلاث حاجات دول، اسم المدعي واسم المدعي عليه، عناوينهم، ثم نخش على الموضوع نشرح المصلحه او المرجوه من الدعوه. احنا عندنا في صحف الدعوه ما حدش يحفظ صحيفه الدعوه. ما حدش يجيب لي صيغ بقى الكتب بتاع صيغ الدعاوى ويحفظ الصيغه ويحطها زي ما هي، لا. في شكل للصحيفه ده لازم تحط. لازم تحط اسم المدعي وعنوانه، اسم المدعي عليه وعنوانه، وفي منطقه كده اللي هي من الموضوع اللي غير بناء عليه براحتك. تجلى فيها براحتك. ولكن لا تخرج عن الاطار القانوني. ولا تخرج عن الالفاظ القانونيه. ما يبقاش اسلوبك في الصحيفه اسلوب صحفي او اسلوب اعلامي او اسلوب ادبي. ادب، الاسلوب الادبي موجود، لكن تدمجه في الصيغ الالفاظ القانونيه. يبقى الدعوه تبقى مشروحه بصوره عميقه وفي نفس الوقت سهله الفهم. ما تدخلش القاضي في متاهات. وما تحطش، ما تكتبش في الدعوة سلاسل 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 وتخش في متاهات كتير، لا، حاول دايما الدعوة المدنية تبقى مبسطة. يعني إيه؟ في نقط، في جزيئات، بحيث المحكمة وهي بتقرأ تلاقي نفسها ماشية في تسلسل ما تتوهش منك وتفهم الدعوة بسرعة. لأن المحاكم قدامها الرول بال 600 قضية. فلازم احنا نساعدها على ان الدعوه تبقى مكتوبه سهله مبسطه. طيب في حاجه بقى دي اهم حاجه في الدعوه، التكليف. طلباتك، طلباتك لو كانت قاصره منقوصه بوظت الدعوه بتاعتك. لازم أن تكون الطلبات اولا بالنصوص اللي انت هتستند عليها في متن الدعوة، المتن اللي هو من الموضوع لحد بناء عليه اللي هو صلب الدعوة. الطلبات في الآخر لازم تكون واضحة. الطلبات ما تبقاش مبهمة. يلتمس فلان فلان الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ كذا. يبقى الطلبات تكون مبهمة، يعني غير مبهمة. وإن طلبت تعويض يبقى تقول تعويض كذا عن الأضرار كذا وكذا. يبقى إذن أدي شكل الدعوة سهل قوي. فوق قبل الموضوع مدعي عليه، الموضوع بتشرح الموضوع بما يتناسب مع قضيتك. وما تحفظش من قضايا غيرك، لا.
تجلى انت براحتك، بس في اطار قانوني والفاظ قانونيه، واستند على النصوص القانونيه واحكم محكم النقض. دايما المحكمه تحب انك انت تجيب احكام محكم النقض. ليه؟ بتسهل عليها ما استقرت عليه احكام محكمه النقض في الموضوع ده، بتسهل عليها الدراسه والبحث، لان مش هيقعد يبحث لك ويبحث لغيرك. انا قلت زي ما قلت لك قدامه يعني مئات من القضايا المفروض يخلص من احكامها في خلال شهر، فانت سهل عليه، سهل عليه. الصحيفه لازم تتوقع، لو راحت صحيفه بدون توقيع فيها بطلان. شكل التوقيع مش مهم، ثنائي ثلاثي فرم، حتى محكمه النقض قالت يمين، ماشي مفيش مشاكل. انا كمحامي بقول لازم دايما توقع على الاصل والسور، مع ان محكمه النقض قالت ممكن لو 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 التوقيع على الصوره بس مش مهم التوقيع على الاصل، او لو التوقيع على الاصل بس مش مهم التوقيع على الصور. لكن احنا علشان نكون ما نضمنش الصوره دي هتتحط قدام القاضي ولا لا، يبقى لازم نوقع على الاصل وجميع الصور. ده شكل الصحيفه. طيب خلي بالك وانت بتكتب الصحيفه تبحث عن حاجات في الدعوه مهمه جدا، اللي هي شروط الدعوه بقى مش اركانها، شروطها. مين المتقاضي اللي معاك؟ مين المدعي؟ لازم ان يكون المدعي عنده اهليه، مش تجي لي ترفع دعوه عند واحد عنده 7 سنين ولا 10 سنين ولا 12 سنه ولا 15 سنه، على حسب بقى اهليه الايه؟ الدعوه اللي انت بترفعها. لو دعوه شرعيه لها سن اهليه، ولو دعوه عاديه مدنيه او اداريه يبقى لازم ان يكون سنه ازيد من 21 سنه، والا بترفعها باسم الولي الطبيعي بتاعه. يبقى الاهليه لازما تبحث عنها وتشوف الموكل بتاعك، لا يكون عنده عاته او سفه او مجنون، لازم تبقى عارف ومتيقن ان الموكل بتاعك سليم، عنده اهليه الاداء واهليه الوجوب. مش ترفع الدعوه وانت ما تعرفش موكلك صفته ايه بالظبط ولا شكله ايه بالظبط. طيب الدعوة المدعي ده لازم أن يكون له صفة في الدعوة، ده من شروط الدعوة، وإلا هتاخد عدم قبول. يعني اللي رافع الدعوة ده لازم أن يكون له صفة، وإلا هيجي خصمك الشاطر ويروح دافع لك بعدم قبول الدعوة اللي رفعها من غير ذي صفة. يبقى لازم تعرف أن له صفة مباشرة في المصلحة اللي هو رافع بيها الدعوة، ولازم أن يكون له مصلحة. ما حدش بيرفع دعوة ولا عائد له منها، لازم يكون في مصلحة الغاية من رفع الدعوة، وإلا برضه هيتحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة. يبقى لازم تبص على الصفة والمصلحة في الدعوة.